ومن جريدة اليوم السابع، وزير الزراعة تشكيل لجان لمتابعة مشكلات الأسمدة بالمحافظات. قرر دكتور أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي تشكيل لجنة من 3 أعضاء من إدارات التعاون الزراعي وحماية الأراضي وشؤون المديريات، حيث تقوم اللجنة بالمرور على المحافظات المختلفة لرصد أي مشكلات خاصة بالأسمدة أو مستلزمات الإنتاج الزراعي وتقديم تقارير شاملة تعرض عليه يوميا، وذلك استمرارا لبحث وإيجاد حلول العقبات التي تواجه توزيع الأسمدة على الفلاحين.